بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالبات ثالث ثانوي، اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن البطاريات. أهداف درس اليوم: وصف تركيب البطارية الجافة التقليدية المصنوعة من الكربون والخرسين ومكوناتها وآلية عملها، أن نميز بين البطاريات الأولية والثانوية، وإعطاء مثالين على كل نوع. الفكرة الرئيسية: البطاريات هي خلايا جلفانية تستعمل التفاعلات التلقائية لإنتاج الطاقة لأغراض متعددة. الخلايا الجلفانية خلايا تلقائية تستخدم لإنتاج طاقة كهربائية من خلال تفاعل كيميائي. تنقسم هذه البطاريات أو الخلايا الجلفانية إلى قسمين: بطاريات أولية وبطاريات ثانوية. البطاريات الأولية هي بطاريات تنتج طاقة كهربائية من تفاعل أكسدة واختزال الذي لا يحدث بشكل عكسي، وتصبح البطارية غير صالحة بعد انتهاء التفاعل. من أمثلة البطاريات الأولية بطاريات الفضة والبطاريات القلوية وخلية الخرسين والكربون. أما البطاريات الثانوية هي بطاريات تعتمد على تفاعل أكسدة واختزال أيضا، إلا أنه يحدث بشكل عكسي، حيث يمكن إعادة شحنها أو استعمالها مرة أخرى. من الأمثلة على هذه البطاريات بطاريات السيارة، بطاريات الليثيوم، بطاريات النيكل والكادميوم. نقارن بين البطارية الأولية والثانوية. الأولية نوع التفاعل يكون غير عكسي، الثانوية تفاعل عكسي. الأولية غير صالحة بعد انتهاء التفاعل، الثانوية يمكن إعادة شحنها. من الأمثلة على الأولية الخرسين والكربون، بطاريات القلوية، بطاريات الفضة. من الأمثلة على البطاريات الثانوية هي بطاريات الرصاص، بطاريات النيكل والكادميوم، وبطاريات الليثيوم. البطاريات الأولية اللي هي البطاريات الجافة خلية الخرسين والكربون، هذه الخلية مادة المصعد، أو يحدث عندها تفاعل الأكسدة اللي هو الأنود، هي مادة الخرسين. أما المهبط اللي هو الاختزال أو الكاثود هو الكربون، ويحدث لأكسيد المنغنيز. المحلول الموصل التيار الكهربائي هو عبارة عن عجينة من كلوريد الأمونيا. نوع هذه البطاريات جافة، ونصنفها من حيث التفاعل إلى أولية من أوج. استخدام هذه البطاريات تستخدم في أجهزة الراديو، في أجهزة الريموت، في ألعاب الأطفال. ونلاحظ أيضا مميز البطاريات الجافة أنها تحتوي على عمود بالوسط وهو ساق كربون. هذا بالنسبة للنوع الأول من البطاريات. من عيوب هذه البطارية أنه لا يمكن إعادة شحنها، أن جودها الصغير جدا يساوي تقريبا 1.5 فولت، أن يقل إمدادها للتيار الكهربائي إذا مر فترة طويلة من الزمن، والسبب بسبب تراكم غاز النشادر على ساق الجرافيت. أيضا من عيوبها أن المواد المستهلكة لا يمكن تعويضها. أيضا من عيوب هذه البطارية أنها تتلف الأجهزة الكهربائية الحساسة لو تركت فيها لفترة زمنية طويلة، نتيجة راح ينتج عن ذلك تراكم الأملاح على هذه البطارية، فممكن تتلف لدي الأجهزة. النوع الثاني من البطاريات اللي هي البطاريات القلوية، مادة المصعد هو الخرسين، مادة المهبط ثاني أكسيد المنغنيز، والمحلول الموصل للتيار الكهربائي هو هيدروكسيد البوتاسيوم. نوعها جافة وهي أولية، وتستخدم في أجهزة صغيرة مثل أجهزة التحكم عن بعد. يفضل الكثيرين استخدام بطاريات القلوية عن بطارية الخلية الكربون والخرسين. السبب لأنه يوجد في الخرسين، أو يوجد الخرسين عفوا في هذه البطارية على هيئة مسحوق، مما يوفر مساحة كبيرة من مساحة سطح التفاعل، يعطينا مساحة سطح أكبر، وأن هذه البطارية لا يوجد فيها عمود كربون مما يصغر من حجمها. النوع الثالث من البطاريات بطاريات الفضة، وهي بطاريات يكون المصعد فيها أو الأكسدة فيها عند الخرسين، المهبط في أكسيد الفضة، المحلول الموصل هو هيدروكسيد البوتاسيوم. نوعها جافة، ونوعها اعتمادا على تفاعلها الكيميائي هي أولية، ومن أوجه استخداماتها تستخدم في الساعات والآلات الحاسبة وسماعات الأذن. هل يمكن إعادة تفاعلات البطاريات بعد انتهاء المواد المتفاعلة؟ نعم، يمكن في البطاريات الثانوية. ماذا تسمى هذه العملية؟ يكون تفاعل عكسي،
ماذا تسمى البطارية التي يمكن إعادة شحنها؟ هي البطاريات الثانوية. إذا كم قسم تنقسم البطاريات إلى قسمين، بطاريات أولية وبطاريات ثانوية. البطاريات الثانوية هي خلايا جلفانية تحول الطاقة الكيميائية إلى كهربائية أو العكس، يتم إعادة شحنها عن طريق امرار تيار كهربائي من مصدر خارجي بين قطبيها، فمنها بطاريات النيكل والكادميوم. مادة المصعد في هذه البطارية هي الكادميوم، والمهبط هو أكسيد النيكل القاعدي، المحلول الموصل هيدروكسيد البوتاسيوم. نوعها جافة، واعتمادا على العمليات راح تكون بطاريات ثانوية. في ماذا تستخدم؟ تستخدم في الطائرات، آلات الحلاقة، وآلات التصوير الرقمية. هذا النوع الأول من أنواع البطاريات الثانوية. النوع الثاني بطاريات المركب الرصاصي. تتكون هذه البطارية من 6 خلايا، كل خلية تولد 2 فولت، فمجموع الخلايا أو مجموع الفولت لهذه البطارية هو 12 فولت. المركب الرصاصي هي بطاريات السيارات. المصعد فيها الرصاص والمهبط أكسيد الرصاص الرباعي. المحلول الناقل راح يكون حمض الكبريتيك. نوعها من حيث حالة المواد راح تكون سائلة. نوعها اعتمادا على العمليات الثانوية وأوجه استخداماتها، تستخدم في السيارة. ما سبب توقف عمل بطارية في السيارة؟ عند استهلاك حمض الكبريتيك أثناء توليد التيار الكهربائي توقف هذه البطارية. كيف يمكننا إعادة أو معالجة هذا السبب؟ عن طريق إعادة شحنها. من مميزات المركب الرصاصي في السيارات أنها تزود السيارة بطاقة ابتدائية عالية، أنها لها زمن حفظ طويل قبل البيع، أنه يعتمد عليها عند انخفاض درجة الحرارة. النوع الثالث من هذه البطاريات، أو الثاني عفوا، بطاريات الليثيوم. هذه البطاريات يكون المصعد ليثيوم والمهبط ثاني أكسيد المنغنيز. المحلول الموصل هو طبقة رقيقة من البلاستيك المثقب. نوعها من حالة المادة جافة. نوعها من حيث التصنيف راح تكون أولية أو ثانوية. في ماذا تستخدم؟ تستخدم في الحواسيب المحمولة وآلات التصوير. ماذا يتميز في بطاريات الليثيوم؟ تتميز بأنها خفيفة الوزن، حجمها صغير، وتخزن كميات كبيرة من الطاقة، وتستمر فترة زمنية أكبر من البطاريات الأخرى، لهذا تستعمل في الساعات والحواسيب وآلات التصوير. ركز المهندسون على عنصر الليثيوم في صناعة البطارية، لأن الليثيوم يتميز بأنه عنصر خفيف وله أقل جهد اختزال قياسي مقارنة بالعناصر الأخرى. آخر نوع من الخلايا هو خلايا الوقود. هذه الخلية مادة المصعد فيها هو عبارة عن وعاء أجوف جدرانه مكونة من كربون مسامي ويحتوي على غاز الهيدروجين. أما مادة المهبط هو وعاء أجوف جدرانه تحتوي على كربون مسامي وبه غاز أكسجين. المحلول الموصل هيدروكسيد البوتاسيوم. نوعها من حيث المواد الغازية لا تصنف إلى أولية أو ثانوية، وتستخدم في السفن الفضائية. هذا بالنسبة لخلية الوقود. لو قارنا بين خلية الوقود والخلايا التي درسناها سابقا، خلايا الجلفانية، نلاحظ أن خلايا الوقود لا تحتاج إلى شحن، حيث يمكن إنتاج التيار الكهربائي والمحافظة على استمراره ما دام مصدر الوقود مستمر. أما هذه البطاريات الأخرى أنها يجب استبدالها وإعادة شحنها بعد استعمالها فترة زمنية، إلا أن الوقود راح يظل بطاريات الوقود راح تكون مستمرة بما أن وجود وقود في الجهاز، راح تبقى هذه الخلايا مستمرة في إنتاج الوقود. بما أن جميع الخلايا تحتوي على تفاعلات أكسدة واختزال، نلاحظ أن أكثر العمليات يحدث لها أكسدة هي خسارة الفلز الناتج من تفاعلات الأكسدة والاختزال، وتكون بين فلز مادة والمواد البيئية. بين الفلز والمواد البيئية يحدث عملية تآكل، هذه العملية ناتجة عن أكسدة واختزال. من الأمثلة على التآكل صدى الحديد. فالحديد هو فلز أكثر تأثرا بالتآكل، يتحول إلى أكسيد ثنائي أكسيد الحديد الثلاثي. التفاعل الكلي أنه يتفاعل الحديد مع الماء والأكسجين لإنتاج أكسيد الحديد الثلاثي والماء. الأنود أو الأكسدة تحدث عند الحديد، والاختزال يحدث عند المواد الأخرى. كيف يتم الحفاظ على الحديد من الصدى؟ نلاحظ أن عملية الصدى هي عملية بطيئة،
أنه يحدث الصدأ بشكل أسرع في المناطق القريبة من البحار أسرع من المناطق البعيدة بسبب توفر المياه والرطوبة؟ طيب كيف طريقة التقليل من الصدأ أو الحفاظ على الحديد عن طريق منع التآكل بطرق مختلفة؟ يتم منع التآكل بطريقة الطلاء، هو عمل غطاء من الطلاء لعزل الماء والهواء لكنه يتلف مع الوقت. استعمال الطريقة الثانية عن طريق استعمال الأنود المضحي، يتم ذلك توصيل كتل من الفلزات المغنيسيوم والألمنيوم والتيتانيوم بالحديد، تتأكسد هذه الكتل أسهل من الحديد وتستعمل هذه التقنية في الأنابيب المدفونة في الأرض. الطريقة الثالثة هي التغليف بفلز آخر ويسمى بالجلفنة، يغلف الحديد بفلز أكثر مقاومة للتأكسد منه مثل الخرصين، الألمنيوم، الكروم، وتسمى هذه العملية بالجلفنة. بعد تعرضها للهواء يتأكسد سطحها مكون طبقة رقيقة من أكسيد الفلز تحمي الفلز من التأكسد. ملاحظة، نلاحظ أن الجلفنة تحمي الحديد بطريقتين ما دامت طبقة الخرصين سليمة. الطريقة الأولى أنها لا تمكن الماء والهواء من الوصول إلى الحديد، إلى سطح الحديد. الطريقة الثانية أن عندما تتشقق طبقة الخرصين يصبح الخرصين الأنود المضحي فيقوم بعملية حماية الحديد من التآكل. هذا بالنسبة لطريقة حماية الحديد من التآكل أو مقاومة التآكل ومنع التآكل. وكذا أخذنا درس، أخذنا البطاريات وتكلمنا عن أنواع البطاريات وصنفناها، وأيضا تكلمنا عن التآكل وطريقة حماية الفلزات من التآكل. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.